اجلس كاع مثلا الو غدا 6 ملتيمتر ياك الناس العام باللغه العاميه ديالنا على برا كيقولوه ميتريكس علاش كيقولوه ميتريكس لانه الشركه اللي كانت مشهوره بزاف كتصنع هذا الشيء ياك سميتها ميتريكس ماركه سميتها ميتريكس وبقاو الناس كيقولوا ميتريكس بحال القضيه ديال اول مسحوق ديال تصبين في المغرب اللي تشهر في المغرب هو تيد تيد ماشي اريال وكتمشي دابا عند مول الحانوت كتقول ليه عطيني تيد وكيقول لك اش من تيد واش تيد نيت ولا اريال ولا هادي ولا فهمتي كذلك ميتريكس باقين كيقولوها على حسب ديك الشركه اللي كانت الاولى كتصاوب هذا الشيء وبقات ديك كلمه ميتريكس اما هو سميتو ميلتي متر السلام وحنا قلنا ميلتي متر علاش سميناه ميلتي متر لانه كان سابقا فولت متر هو لاباراي اللي كتصاوب لي اللي كتعبر لو فولت بوحدو ولاباراي اللي كتعبر ليا لامبيراج امبير متر ولاباراي اللي كتعبر ليا الاوم اللي هو ديال لا ريزيستانس اوم متر هذا ملتي متر كيعبر ليا هادشي كامل اي دوطخ شوز كيعبر ليا التيار المتناوب الجيبي كورون الترناتيف وكيعبر ليا كورون كونتيني سي بون خلاص هي دابا راه كاينه في الاوف بالنسبه لينا حنايا في الطوموبيل حنا عندنا كورون كونتيني سي بون هنا كاين عندي الفولتاج ديال كورون كونتيني غادي على حساب القيم المتوقعه اللي غادي ندير ليها الميزور لابار يعني 200 ميغا فولت شي حاجه اللي من 200 ميغا فولت لتحت اولا هنايا 2 فولت لتحت اولا 20 فولت لتحت بالنسبه لينا حنايا في الطوموبيل حنا عندنا اعلى قيمه ديال الفولتاج اللي غاديه ليا في الخيوطه هي 12 فولت يعني غادي نخدم بهاد فان بغيت نعبر لا باتري مثلا على باتري هي هادي كنمشي كنعبر بهادو اول حاجه خاصني نديرها خاصني نتيسي واش هاد لاباري براسها خدامه اوكي خليها فيك الضوء الشع اضمن جلس واحد يجلس هنا واحد يجلس هنا يجلس كاع انت وانا جالس سير انت جلس هنا خاصني نتيستي واش لاباري هي خدامه لان شنو هي الفكره ما عندها الثمنه تعبر بواحد لاباري هي اصلا مشكوك فيها ما كتعبرش غتدق خارج غتدق انت يا مخارج على السياره اللي في ديك دابا خاصك هي يكون لان هي فيها حجره فاش كتغي عليها الحجره كتبدا كتحماق عليك دابا تما انت خاصك هاد العمليه انني نديرها 20 فولت هنايا وندير بحال ما هكا شنو دابا كندير كنعبر الفولتاج اللي كاين هنا خاصها تعطيني زيرو زيرو ما كاين حتى فولت وخاصك الارقام اللي كيبانوا بالكحل خاص يبانوا ناصحين مزيان ديك الساعه كنتاكد انه لاباري نقدر نتيق فيها لانه في الحديد اللي هو ولا الطوموبيلات اللي هما ساوي الثمن وكذا غتخدم بهذا الشيء عرفتي ودير فيها شي خطا انت باغي تربح اصدق مخلص من جيبك هذا الشيء شوف حرفتنا فيها الفلوس ايه ولكن راه فيها الخسران الا انت درتي الخطا وخسران اللي هو خايب الا جاتها في الفلوس انفكوكه والسمعه ديالك هذيك دير شي مصيبه في شي سياره تولي انت يا مشول ويدعيك مولاها ويدخلك الحبس مازال الا بغى الا بغى يتبع معاك القانون يدخلك حتى الحبس وتخلص مازال خطيه تخلص والحبس مازال من الفوق ما تتشلي البنوت مزيان شي حاجه اي عطى الله انا دابا كندوي دابا غير على الملتيمتر يعني انت خاصك تيقن انه هذا الملتيمتر راه ما غاديش يخوي بيك وداك الشيء اللي غيعبر ليك صحيح ماشي مشكوك فيه كنديرها في 20 فولت وكنعبر لاباتري ديالي انا دابا قالب الخيوطه داك الشيء علاش عطاتني ناقص 12
فولت فاصله 0.3 فاش غندي ندير البلوس اللي هو هذا مع الاخر كتعطيني 12 موجبه 12.0 جوج ولا 0.3. لا باتري خاص تكون فيها 12 الفوق. الا عطيتي لها الشارج مزيان ممكن يكون فيها حتى 13 فولت كاع تكابطيها هي ماشي مشكل. اوكي غير ما تكونش اقل من 12. هذا اش هذا غير الفولتاج هذا غير الفولتاج. بالنسبه للباتري فيها واحد القضيه ماشي باتري فيها 12 فولت يعني راها مزيانه تفك ايا شدوا هادي عبرتي بالمليمتر لقيتي 12 فولت في الباتري هذا يلا كتقول 50% مزيانه. شنو خاص مازال استاذ اللي خاص خاصك تعرف واش شاده لامبيراج مزيان لامبيراج واش هز لامبيراج ولا لا. ما غاديش نعبروا لامبيراج بالمليمتر كنعبروا لامبيراج بشي حاجه اللي كتجر لامبيراج. وعندنا دي زاباراي كنخدموا بهم في لاتيولي كنسموهم تيستور دو باتري. هذاك تيستور دو باتري كيطلع لك الفولتاج وكيطلع لك الجهد ديال لامبيراج ديالها. وهذاك التيستور كتشفي اون ريزيستونس فاريابل كتطلع تهبطها باش كتشوف واش نيت الباتري كتعطي ولا ما كتعطيش. لانه الباتري الباتري اش خاصها تعطي؟ خاصها تعطي لي الديمار الباتري اللي واصله للمستوى انها تعطي لامبيراج للديمار. داكشي الاخر كله تعطيه. علاش؟ انه الديمار هو الرقم واحد هو اللي كي يجر لامبيراج طالع. ما كاينش شي حاجه فوقه هو كتجر اكثر. الا كانت باتري قادره تدور لك الديمارور ويديمار الموتور راه صافي داكشي الاخر كله واش فهمتي. الا غير كتضرب الكونتاكت والباتري كتديمار لك الموتور راه صافي الباتري مزيانه لانها استطاعت تعطيك الفولتاج واللامبيراج باش تدور لك الديمارور. دازت ياك هاد لي باتري ديال دابا كتلقى فيهم واحد لانديكتور انديكاتور لا كان شاعر بخضر ياك. الا ما كانش فيها ما كنقولوش كحله ما عندهاش هي اللون كحل لا الا مظلمه ماشي كحله مظلمه كنقولوا مظلمه هي ماشي علاش الا ماشي علاش الباتري خاوي. كانت البوله شاعله بالاحمر الباتري مدي شارجي مشارجي شويه وخاصها نكملوا. كانت مضويه بالخضر راه الباتري راه مشارجي يعني ما تحتاجش دير ليها لي ميزور ديالها سي بون. وهاد الغطايه هذه راه ممكن تحيد باش نعاودو نديرو فيها دوك لي بوشون هذا راه كاين هنا هذا واللي باتري الاخر نحيدو نشوفو دابا هاد القفاله دارت بواحد الطريقه باش ما نحيدوهاش. الا مشيتي تحيدتيها الردان ديالها صعيب. الا بغيتي تشوف لي بوشون شوف هادوك لي هي عادي حلولين حلولين واخا صبر كاع شي نجي صبر اصبر وترجع ونشوف شي لانه راه فايت ليا مجرب قلات وحده وما كتبغيش ما كيبغيش يرجع ما كيبغيش يرجع داكشي حتى هما راه عارفين شنو كيديروا سي بون. دابا كتزيد عليهم لاباتري. انا دابا علمتكم كيفاش تخدموا بالمليمتر اش تعبر لو فولتاج. دابا بغينا نعبروا لا ريزيستونس. لا ريزيستونس صور هنايا كنعبروها بالاوم اوميغا ديك اللي دايره هكا قريتها لكم العام الفايت ياك. ها هي باديه من 200 اوميغا من 200 اوم عفوا 200 اوم جوج كيلو هي 2000 عرفتوا ماشي كيطلع في الفيسبوك على كيلو عدد 2000. المشاهدات 20000 200 كيلو هي 200000 فوالا و 200 كيلو هي 200000 وجوج ام ماجيسكول هي جوج مليون وام مينيسكول هي ديك ميلي صافي ام ماجيسكول راه مليون جوج مليون ام. انت كتعبر حسب التوقعات ديالك ولا كتبدا من الصغر وانت هي وغادي عاوتاني من غير هادشي كامل. انت شي حاجه كيهمك غير واش مقطوعه ولا ما مقطوعاش كدير الصونيط هي هادي راه فيها بحال
داك الرمز ديال الويفي ديك خطاوط بحال هكا ديال الويفي هاي شتيها صافي الا درتها هكا كندير التيست ها كتصوني شنو كيعني يعني هاد هاد الخيوطه ما مزيان شنو هي مزيان ما مقطوعين ما مقطوعينش ثبتها معايا هكذا شنو هو المشكل دابا الخطا اللي كيديروا بزاف ديال الحريفيه ها هما حريفيه ولكن كيديروا الاغلاط كي كيدير هو الصونيط ديما الصونيط ما خداماش لينا علاش واحد الخيط في شي بلاصه ما مقطوعش تيت عطاتك ديك التيت ها هي مزيان ولكن كيبقى واحد السؤال هذاك الخيط يقدر نورمالو خاص تكون فيه زيرو اوم ما خاص تكون فيه لا ريزيستونس خاص تكون فيه زيرو هو مع الاستعمال والفولتاج وقوه لامبيراج وهذا ولا كيكون ليا ان ريزيستونس ولا بحال البوله ولا كيسخن كياكل الضوء اذا هاد كياكل الضوء تري بيان اذا باش انا نتيقن واش كياكل الضوء ولا لا غنمشي نعبرو يتعبر فيزيبل ها هو بار اكزومبل هذا فيزيبل ديال 40 امبير هذا ديال 40 امبير لا ريزيستونس ديالو خاص يكون طالع على الفيزيبل ديال 25 امبير كيصبر عليه فهمتي غنجي غادي نعبرو شحال فيه ناقص واحد اصبر تريح 0.2 اوم نورمالمون اصبر انا دابا راه قايس بصبعي وحده حنا عندنا في اللحم ديالنا حنا ولا في الجلد ديالنا حنا واحد الكهرباء كنقولوا الكتروستاتيك داك الشيء ديال لي الكترونيك وهذا ماشي اللي فيزيب شي حاجه مطال شويه كاينين دي بيس باش تقلبهم سيغ لا طابل كتركب واحد اللعيبه فيها واحد الباندا بحال شي ماكانايا كركبها في يدي باش لا هادوك لي زيليكترون وداك هذاك الكهرباء اللي عندك تايا في يدي كتمصهم باش يديك يولي محايدين لانه انت كتخربق العبار اولا كتلبس واحد اللي قات معياني باش يكون واحد العازل فهمتوني شنو بغيت بحسب العازل دابا في زيب خاص يكون فيه زيرو اوم هذا كاين ولا فيزيب بشكل عام ولكن هذا مع غليظ نورمالمون غتكون فيه مقاومه لانه غليظ راه 40 امبير هو اللي كيدوز 0.2 اوم يعني ما واصلش حتى 1 اوم راه هذا مزيان كنبقاو غاديين وكنعبروا شحال هذاك 20 غتلقى فيه حتى هو غنحاول انني نحطو بحال الماء هكذا دابا الاشكال كاينين دي شوز في الطوموبيل فاش كتقيسها بيديك شحال طلعت اصبر فاش كتقيسها بيديك راك دوزتي فوالا كيبقى فيها الالكتروستاتيك اللي انت فاش مسيتيها راه كاين ما كندويش دابا على فيزيبل هانيه كندوي على واحد دي بي اس الكترونيك راه فيهم هذا المشكل هنا يعني شتي دابا لا غوفي تكنيك فاش دابا صالحه لا غوفي تكنيك كتقول لك هذا الشيء اتونسيون نو با توشي اما ليبر او لا كذا ولا كذا خاصك عازل خاصك هو كيقول لي كاين اللي كيزقل بحال هاد النويطات كيقيس بيدي غيلقى واحد العبار اخر ولا لقى عبار اخر سوف يصدر حكما غيحكم ولا ما غيحكمش غيحكم خدامه ما خداماش وغيصدق مخسر شنو غيولي يدير غيولي يدير بان اخرى وغيبقى كيدور في واحد الدائره عمرانه تسالي لانه عند بالو منضي الشغل ديالو هو زقلها في واحد الحاله صغيره ولكن ديك الحاله الصغيره غادي تدوخو مزيان كيبقى غادي كيوصل واحد الحاله نفسيه كيبدا كيقول اه والله انا ما كنعرف شي حاجه انا فيش كيفشي صافي كيفشي كيبدا كيشك في القدرات ديالو لانه زقل واحد الحاجه زقل شي حاجه بروفيسيونيل خلاه فيها فهمتوا دابا علاش دابا الاهميه ديال لا غوفي تكنيك دابا الاهميه ديالها هي هنا كتقري كتقول لك فور فير سولا ها الماتيريال اللي خاصك تخدم به
كاينين دي ما شي حاجه في الماتيريال لي زيكيبمون غتبقى حاطه في لاتولي ما غتخدمش بها يوميا ولكن نهار تخدم بها كتدخل فيها فلوس صحاح ديال ديك الجلسه كامله وهي قاعده هذيك لاباري ولا هذيك لي كيبمون صالح لواحد لوبيراسيون واحد العمليه بوحدها وساوي الثمن لي ميزون علاش كيغليو لانهم راه شارين يا صاحبي لي زاباري هذاك شي غالي اللي عندهم جات معاهم يغليو هوم شحال شحال كاين دابا هذا شوف شوف 0.3 مهم زين هذا كيأكد انه ما محروق عطاك زيرو زيرو راه مزيان الا كان محروق غادي يعطيك بحال هكا ناقص شي حاجه مقطوعه بحال دابا هذا مقطوع ما كاينش واحد اتصال ها هو كيعطيك دابا كاين اباري اللي كتعطيك زيرو ال كاين اللي كتعطيك ال زعما لان فين ما لا ما لا نهايه الناس اللي قارين 3 9 قريتو ما لا نهايه عقلتو عليها ما لا نهايه هي شي حاجه مقطوعه دابا كل اباري وشنو كتعطيك دابا كل اباري والطريقه باش كتعبر هي على انه شي حاجه مقطوعه على حساب الثمن ولا درت الصونيت سي لا ميم شوز ها اي صونيت كاين اللي معكاز ما كيبغيش يحيد لي فيزيبل من بلايصهم في البوطه ديالهم كيبغي يدوز لحقاش في الراس ديالو هنا هنا بعض لي فيزيب كيكون فيهم هنايا فين نعبرهم هنا اوكي ولكن باش تعبر خاصك تحيد كونتاك ما يكونش كونتاك دايز الا دايز الضو في فيزيبل راه ما عندها دابا حتى معنى الضو دايز فيه كنعبروا لا ريزيستونس فقط شي حاجه ما فيهاش فيها الضو ما يمكنش تعبر لا ريزيستونس والضو دايز ما كايناش هادي كنعبروا الفولتاج والضو دايز وكنعبروا لامبيراج والضو دايز اه الضو دايز ولكن لا ريزيستونس يعني الام لا ما خاصش يكون الضو دايز سي بون الحاجه الاخرى اللي بغيتكم تعلموا ارا هي مثلا شي بياسة نعتبر انه هذا موتور هذا موتور باش يدور فيه واحد لوبوبيناج ياك لو موتور فيه ان بوبيناج مثلا ياك هذاك البوبيناج ما كنشوفوش انايا بعينيا ولكن خارجين جوج خيوطه ديالو واحد كيدخل الضو الاخر كيخرج هذوك جوج ديال الخيوط بحال الريوسه ديال اللي فيه زيب دابا غنمشي غادي نعبر فيهم هذاك لا ريزيستونس عطاني الصونيت او عطاني واحد العبار يعني راه الموتور مزيان ما محروقش ما مقطعش من الداخل ديالو كنقولوا موتور محروق هي البوبيناج ديالو مقطع مفهوم خليك قضية ديال الكود سيرك ولا هذا بوبيناج مقطع راه ما خدامش راه ما خدامش الموتور محروق هي الكود سيرك اللي كتقول انت حتى ولا كيتحرك وقتاش كيتحرك يمكن جاه شي فولتاج مجهد او لا عياليه البوبينا بزاف او لا واحد السلك داب واحد بلاصه في هذاك البوبيناج جاها الضو مجهد دابت ويتقطع صافي بحالو بحال فيزي تهرس تقطع عطا الله كيفاش يدير عيا ما يتقطعش بنادم ممكن يتهد عاد عادي جدا كلشي كيتكال هذا عنده ان بوبينار الخيوطه ديالو هما هادو يعني هنا فين كاينين غادي ندير الصونيت عطاني 84 اوم شتيها ما عطانيش الصونيت عرفتي علاش لانه يعني الصونيت كتعطاك غير في لي بيس لي لا ريزيستونس ديالهم قليله بحال دابا في زيب في 0.2 فهمتي هذا عطاني عبار عطاني 84 اوم واش خدام ولا ما خدام خدام ما مقطوعش ما مقطوع فيه حتى شي حاجه لداخل هذا الشيء اللي درت دابا قدامكم ثلاثه الحوايج عبرت لا باتري لي فيزيبل
والموتور ديال هاد لا ماكيت هادي فانتوما غديروا لا ميم شوز باش تعلموا كيفاش تخدموا بالمليمتر. كاين في ديال التشيد كاين واحد صافي غير